عملية تركيب شطاف The Bomb Gun. المرحلة الأولى: أغلق مصدر المياه الرئيسي. المرحلة الثانية: فك الصمام الموجود أصلاً. قم بفك الصمام المركب سابقاً من الحائط وتخلص منه. المرحلة الثالثة: لف شريط التفلون على مسننات الصمام. قم بلف شريط التفلون على المسننات الثلاثة للصمام ثلاثي المخارج. هذا سيضمن تركيباً محكماً مع كل الوصلات لمنع التسريب. المرحلة الرابعة: وصل خط المياه مع الصمام ثلاثي المخارج. أدخل شاشة المرشح البلاستيكي إلى مدخل المياه الأفقي في الصمام. قم بلف الصمام على مصدر المياه الخارج من الحائط، ثم قم بوصل الخرطوم. المرحلة الخامسة: تعليم الفتحات لثقبها. استخدم حاملة الشطاف لتعليم مكان الثقوب. يجب أن يبعد مراكز الثقبين 15 مليمتر عن بعضهما. قم بتنظيف العلامات التحضيرية. المرحلة السادسة: عمل الثقوب لإدخال السدادات الأولية. المرحلة السابعة: تثبيت الحامل في مكانه. أدخل السدادتين الأساسيتين. ضع الحامل في مكانه الصحيح. قم بتثبيت البراغي بشكل محكم. المرحلة الثامنة: تركيب حلقة المرشح. أدخل حلقة المرشح في قاعدة الخرطوم وقم بلفه على الصمام ثلاثي المخارج. المرحلة التاسعة: إدخال الحلقة. قم بإدخال الحلقة ومن ثم لف الخرطوم على مقبض الشطاف. المرحلة العاشرة: التجريب. قم بفتح مصدر المياه، ثم قم بفتح الصمام ثلاثي المخارج، وتأكد من عدم وجود أي تسريب. تفحص كل الوصلات إن كان بها تسريب أم لا، وقم بشدها عند الحاجة. ملاحظة: بإمكانك استخدام مفتاح ربط قابل للتعديل للتأكد من أن كل الوصلات قد تم شدها بشكل محكم. تمتع بالفوائد الجمة لشطاف The Bomb Gun. تأكد من إغلاق الصمام بعد كل استعمال للمزيد من الأمان. نشكركم لاستماعكم.